هنا حب كرة القدم عشاق المستديرة، هكذا نلتقيكم في إطار آسيوي هذا المساء من خلال استاد الرياض، ولو أنه الأولى والمنظر الأول لاستاد الكينغ فهد استغرب في هذا الغياب للجمهور النصراوي، خاصة أنه جمهور الشمس أو جمهور العالمي تعاون 20 و 2000 وقبلها 19، والبطل الحالي للدوري السعودي مصطفى محمد جابر، رقم 4 محمد عبد الزهرة، رقم 29 عباس قاسم ثنائي محور الدفاع، في وسط الميدان ارتكاز احمد فاضل 7 والصفا الاسيوية، فما 4 نقاط الزوراء في الصدارة، واللي عنده اول كورة للتهديف والكورة ضايعة. صبري حارس المرمى والاسطورة عدنان حمد كابتننا وزميلنا في الاستوديو للمسابقات، واسماء اخرى من مرابط وحمد الله. اعتقد خطير الزوراء ممتاز امتياز، يمشي الكبير العراقي الملك في التوزيع في تلك الفترة، عمل برشا شعبية وسمعة، وكورة لهدف 1-0 العراقي يمر من هنا، العراقي يسجل الهدف، احمد فاضل جول، احمد فاضل في الجول 1-0، دارت مليح، مشات مليح، وصلت مليح، اتخطفت مليح، اتضربت مليح مليح الفريق العراقي. ترجع الكورة مرة أخرى، في خطأ في فاول حاول يستفيد منه الفريق، حاول يلعب المرتدات، فما ضغط نصراوي، كرة خطيرة وفرصة، الحارس جلال هاشم يتألق على كرة السالم، كانت كرة للتعادل. نادي عراقي، فما أيضا نادي الشرطة ما ننساوش، وهنا ما ننساش فرصة، وفي ضرب جزاء، في ضرب جزاء لفريق النصر. من بعد نواصل حديثي، إشارة من الحكم من عرس الشوط الأول بانتصاف توقيت الشوط الأول، كورة يمشي فيها السالم يعد الأرقام، هدف التعادل من السالم، عبد الله، عبد الله يدرك التعادل، هدف في كل شبكة، مباراة مفتوحة لكل احتمالات، والتعادل الآن، التعادل، كورة على يسار الحارس، هذا هدف المباراة الأولاني أحمد فاضل، ولكن صار عنا هداف ثاني في القمة الخليجية ديفيتسي من الدوري الهولندي لكرة القدم. النصر صار خطير والخطأ موجود والثاني قريب، والنصر بشمسي يسطع من جديد، خطأ وورقة للمرمى العراقي، والكرة من يحيى، الهدف الثاني عالمية يحيى، عالمية من الشاري، نعم هي كذلك، يبحث عن الركن، يبحث عن الأركان، ستفتش عنا يا جلال في كل مكان. 2-1 ردة فعل الكبير السعودي، 2-1 للنصر، النصر 2 الزورة 1، حقيقة مباراة أخرى الآن. البداية أعتقد أني ضربت عصفور يعني بشطر حجرة، أنه ريحت الأساسيين لقمة الدوري ضد الإهدي، أني ما خسرتش آسيا ورجعت. السعودي العراقي ديربي الأشقاء هنا في آسيا، والحارس جلال، كرة ترجع من جلال، كرة ترجع من جلال، جويد اوه حلوة برشا، فاضل، فاضل يمشي فاضل والثاني، والتعادل يضيع للزوراء، ضاعت الكرة من مهند عبد الرحيم، فاضل ملاعب كبير هذا، هذا ملاعب ممتاز جدا من اللمسة نتاعه، كرة أخرى نصراوية، فرصة الثلاثية للعالمي، يلعب الكرة والحارس، سال الحارس جلال، في الزوراء في اللاعب، حمد المنصور في النصر. اطراف مش تسلل العرضية، وين ايامك يا راضي بالراس، والكرة ترجع من الدفاع، المنصوري يمشي، منصوري يعدي، منصوري يمشي، منصوري زيد يا منصوري، وعلى فكرة على لقب المنصوري، المنصوري كان لعب في الثمانينات في الكرة الجزائرية، ينطلق فيها الهجوم احمد جلال، احمد جلال والكرة السعودية، والكرة ترجع على اليسار، التوسيع خطيرة، ارضية لم تصل ولم هجومية، والكرة انطلاق عن طريق جلال، احمد جلال وركنية، ركنية عراقية، ترجع الكرة من حسين، يمشي حسين والحارس براد جونز، والكرة في تاريخه بدوري ابطال اسيا، عمل 18 انتصار اسيوية في دوري مجموعات. ترجع كرة مرة أخرى، كرة خطيرة على القائم الثاني، براد 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 براد، فرصة للتعادل، تتهيأ بالراس، كرة جول، كرة جول، يضرب كرة مازال في منطقة الجزاء، صفر، ترجع كرة خطيرة، كرة للتعادل، هي طويلة بعيدة ضايعة، الكرة على أرض النصر يتقدم، والزوراء يحاول هجوميا، والدفاع من مادو، تذكرنا ببداية المباراة، الفريق العراقي يبدأ بقوة، خطيرة جدا، والكرة الحارة، يمشي يحيى، يرجع بالكرة الانطلاق، التوزيع على القائم الثاني، خطيرة، وفرصة، تصفى الشوط الثاني، الاستقلال الايراني متقدم بثنائيه على فريق الهي، ترجع كره يحيى الشاري، وراكم الكرات، ممتاز جدا يحيى الشاري، وفرصه الثالث، والكره حواد يحيى الشاري، مهم جدا يحيى الشاري، كره اخرى ولا اروع من يحيى،
تقريبا هدف الرواق، محاولة اللعب بالراس، كرة بعيدة برشا، كرة سيئة جدا. وفي الريتم يمشي جوليانو، جوليانو فرصة الثالث، جوليانو وكرة ملعوبة والدفاع. ضربة جزاء وسجل مخالفة مباشرة الشاري، هنا جوليانو، جوليانو خشاري، يحيى الشاري المراوغة، ثم التمرير، جوليانو خطيرة، جوليانو وكرة ممتازة، جوليانو جوليانو يوليانو، والكرة للثالث لولا جلال. سيطرة واضحة، أفضلية واضحة، احتياط، مباراة ممتازة جدا. ترجع الكرة، شوطة أخرى تماما الكبير العراقي، والكرة تمشي مرة أخرى خطيرة، والهدف الثالث، والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق عمر وساوي. هذا اللي قلناه، قلت لك 5 دقائق ماكسيموم 10 دقائق، إذا يواصل بهذا الشكل الدفاعي المبالغ فيه الزوراء بشكل الثالث وباي باي. و3-1 من النصر، النصر بالاحتياطي يرجع يفتح حلم الآسيوية أيضا. 3-1، 3 النواج السعودي للنصر. تمشي كرة بالرأس خطيرة، ترجع من الدفاع، والكرة أفضلية، خطير جدا جوليانو والشاري، والشاري فرصة الرابع، والفرصة الكرة ضاعت. معرض لخسارة ثقيلة الفريق العراقي الزوراء. عبد الله، ماجد عبد الله في حد ذاته بطولة، وانا جوليانو والحارس جلال، انه يرفع نسق وريتم الاتاك للفريق السعودي. كنترول هنا ثاني، والنتيجة والحصة مؤهلة لهدف رابع، والكورة والحارس يخرج، وماجد عبد الله والاساطير. تقدم الفريق النصراوي، وكرة خطيرة وكرة ممتازة وفرصة، والحارس. انهيار غريب من الزوراء، والسيطرة واضحة للفريق السعودي. وصول عن طريق جلال، أحمد جلال، أحمد جلال، وأسرار الدفاع، والكرة بيها. إذا بدينا نقربوا أنه قادرين نلعبوا ماتش كل 3 و4 أيام، كل 3 و4 أيام، ونقدروا يلزموا يتأقلم ويلزم يرجع حس الميدان. لا لا، في الكرة العالمية الآن ما عادش هذا الهجوم، ضيق الدفاع، خلاص ضاعت، خلاص ضاعت في رأيي، ضاعت، نعم ضاعت. نقل التوالي للناصر، يتأكد اليوم، رائع من يحيى الشاري، يحيى الشاري تمشي الكرة رقم 2، التوزيع من مصطفى محمد جابر، هو الكرة دفاعية من النصر. فرقنا العربية، بينما هناك كرة عرضية خطيرة للثاني، فرصة، والدفاع يتصدرها رباعي الاتحاد والوحدة الإمارات. النصر الكرماوي في 2006 ايضا العاب النيابة في العراق. النصر ضيف على فريق الزورة، قلت لك هذا ملاعب كبير، هذا ملاعب كبير برشا، فاد الجميع، اي فاد يستفيد من اخر الدقائق، يحاول استثمار الكرات بالراس، والكرة اوت. جوليانو حلوة برشا من جوليانو، ممتازة كرة النصر، والهدف الرابع، والهدف الرابع من جوليانو، جوليانو صانعه وجوليانو مسجله، والنصر بالأربعة يواصل بذات الأرقام. المباريات الأخيرة، كل الخمسة الأخيرة سجل النصر. فضلا وليس أمرا، ادعمونا ب